كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا خبرا سيئا عن الإصابة التي تعرض لها. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. في مباراة اليوم ضد ليفربول وتلاقى الفريقان في أنفيلد بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي ممتاز، حيث خسر أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، وتعرض تريزيجيه لإصابة قوية للغاية بعد تدخل عنيف من ترينت ألكسندر أرنولد ليخرج باكيا في الدقيقة 82. وكتب تريزيجيه عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر باللغة العربية قائلا: بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، أسألكم الدعاء. وأضاف باللغة الإنجليزية أيضا: شكرا لكم جميعا على دعمكم، وأنا أقدر قلقكم، في الواقع لست متأكدا تماما من إصابتي. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.